شكلت المعاناة الميزة اليومية خلال السنوات الماضية لسكان منطقة جاسراس ببلدية حمالة في ميلا، وفي مقدمتها المسار الطريقي الذي شل أوصال الحياة فيها. الطريق الحمد لله ربي، الحمد لله درك الطريق هنا درك فما متمنيين في العوينة العيون، مازالوا عندنا المشكل ديال العيون والغاز. الطريق التي فتحت آفاقا جديدة ما زالت منغصات أخرى، الماء الشروب الذي يجلب من المنابع غير المراقبة، وهو ما يقلق أهل المنطقة من اختلاطها بمياه الصرف. درك أخويا الحمد لله نعمة، كي عنده طوموبيل طوموبيل ما عندوش تعيط لواحد أخويا عايش فين وصلك، ما عندكش ما يخلصش عليك. كان هذا الغاز انوعدونا بالغاز الحمد لله، بقينا المشكل اخويا تاع الماء دخلنا من الديار. معاناه السكان قاسراس ما تعتبر كمنطقه الظل، استفاد من شروع الطريق اللي يبلغ 3.5 كيلومتر بيبلغ 4.4 مليار، الاشغال منتهيه. بقات اهم الانشغالات المواطن هي تزويدهم بشبكه المياه الصالحه للشرب، كدير خزان بالمياه. الدراسه راهي جاريه بالنسبه للغاز، راهي التسجيل راهو جاري على مستوى الاداره المحليه. سمح تعبيد الطريق بعودة نشاطات فلاحية عدة، وانتعشت معها الحركية اليومية لمالكي مساكن قديمة للعودة إليها، وهو ما يجعلها منطقة حياة بعدما ضاعت لسنوات بسبب العزلة.